سجني معاك يا حمام. نحن نتمنى انه في السودان الوطن الكبير يسوقنا حمام السلام، وبنحلم بوطن امن مستقر وسلام يعم كل بلاد او ربوع بلادي الكبير، ونتمنى دائما انه مستقبل السودان يكون مستقبل واعي. دي الافكار الحاليه هي بتتراعى على اذهان كثير من الناس وكل الشعب السوداني بانه سوداننا الحبيب يكون سودان جميل، سودان زاخر بالخيرات، سودان متقدم وامن اهم شيء ومستقر. صحيح، المرحلة الجاية هي مرحلة للعطاء، والوطن ينتظر الكثير والآن يتمخض، وربما تأخر مخاض العملية السياسية فترة انتقالية مدنية، لكن هنالك أحزاب كثيرة لها رؤية واضحة حول هذه الفترة وتريد أن تقدم نفسها، وهي رائدة أيضا في العمل التنظيمي والعمل السياسي كعامل فعال في المجتمع. نحن سعداء جدا في هذا الصباح نتعرف على واحد من الضيوف اللي يمثل الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، أستاذ عبد الغفار خلف الله عبد الباقي القيادي بالحزب. مرحبتين، صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لكم، وممنون جدا لفضائية الشروق وهي تستضيفنا في هذا الصباح الأغر لنعلن وجهة نظرنا فيما يدور في الساحة السياسية ومستقبل البلد وكل الرؤى المنتظرة. ويطيب لي جدا أن أهني الشعب السوداني بثورته العظيمة والتي نتمنى أن تقودنا إلى مراتب الأمان والعطاء والمستقبل الباهر. نعم، بداية زي ما ذكرت نحن نتعرف على رؤى الحزب الديمقراطي الاتحاد الديمقراطي الأصل حول مستقبل السودان، لكن عايزين نعرف نبذة تعريفية عن الحزب. في الحقيقة أولا أسمحوا لي أن أهني السيد محمد عثمان المرغني رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، وأن أهني السيد الحسن الميرغني نائب رئيس الحزب ورئيس قطاع التنظيم بهذه المناسبة ونجاح الثورة، ونتمنى للحسيب النسيب السيد محمد عثمان عودة حميدة ومستطابة للوطن، وهو يستشرف الحرية والديمقراطية والرؤى المستقبلية الأكثر عطاء وسخاء. في الحقيقة الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل هو الوريث الشرعي لما كان يسمى بحزب الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي. حصلت وحدة اندماجية بين الحزبين، وكان المسمى الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، وهو الحزب الرائد والقائد الذي جاء باستقلال السودان بعد أن حصل على الأغلبية المطلقة في أول برلمان للاستقلال، وكان يقود السيد إسماعيل الأسهري. يبقى الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل هو أصل هذه البلد، وهو السودان مصغر تلتقي فيه كل الرؤى والوحدات والأفكار والقبائل والأديان، وهو حزب وسطي مفتوح تجد فيه المسيحي وتجد فيه المسلم. جميل. أستاذ عبد الغفار، الآن في احتقان سياسي والحوار لا زال مستمر للانتقال إلى حكومة مدنية، الشارع يريد أن تكون حكومة كفاءات أو تكنوقراط، والأحزاب الأخرى تقدمت بمقترحات كثيرة من فترة الفترة الانتقالية على حسب السنوات، هناك من يقول اثنين، وهناك يتمسك غوى التغيير أو الحرية والتغيير بأربع سنوات يبرر من خلالها حتى يتم إزالة كل النظام البائد في الوسط يعني. فرؤيتك شنو للمجلس العسكري اللي انتم قدمتوه كمقترح قدمه الحزب الاتحاد الديمقراطي لفترة انتقالية جديدة هي تشهد نماء للسودان؟ أولا أحيي القوات المسلحة السودانية، وأحيي المجلس العسكري الانتقالي الذي وفر الحماية للثوار ومنع النيل منهم وفق مخططات النظام المباد. وأعتقد لولا وقفة القوات المسلحة ومجلس العسكري الانتقالي وانحياز لخيار الأمة ولخيار الشعب لما بلغت الثورة هذا المكان الذي بلغته هذا أولا. ونحن كحزب حقيقة على قناعة تامة بوجود المجلس العسكري، لأنه يشكل الضمانة الوحيدة التي تحمي الثورة وتقود البلد إلى انتقال ديمقراطي سلس. الفترة الانتقالية نحن بنعتقد أنه فترة أربع سنوات دي
فترة طويلة جدا جدا وهي دورة رئاسية بأكملها حتى على مستوى الإدارة الأمريكية. صحيح. فأنا أعتقد دي مسألة ما مبررة، ولأنه أنا إذا كان عندي جمهور في الشارع وعندي وزن في الشارع لا أعتقد يكون في جواي رغبة لإطالة أمد الفترة الانتقالية، لأنه أنا أعرف أنه أستطيع من خلال الناخب ومن خلال الصندوق أن أعود لتزعم هذه البلد وقيادتها. بالتالي القوة التي تنادي بالفترة الأربع سنوات في تقديري إنها هي قوة لا وجود لها في الشارع، وتريد إطالة أمد هذه الفترة لخلق كيانات أو أجسام تستطيع أن تعلي بها صوتها، لكنها في الواقع هي قوة غير موجودة في الشارع بشكل حقيقي. أستاذ عبد الغفار، يعني أسمح لي أنه ما رأي شخصي، لكن عموما ما يدور الآن في الوسط، بما أنه تجمع المهنيين هو القادة الحراك، وهذا التجمع عنده جسم يمثله قوى الحرية والتغيير، وهي مجموعة من الأحزاب المختلفة التي تريد أن تنادي بحكومة انتقالية مدنية لأربع سنوات. أنتم قدمتم مقترح برضو كان لزمن المجلس السيادة وغيره من التفاصيل التي تدور في الحكومة الانتقالية. كيف تنظر للراهن الآن والمشهد في ظل هذا الاحتقان؟ المشهد الآن يعني يسير نحو الانفراج، والأمور ماشية نحو التسوية والتهدئة بالمرونة التي أبداها المجلس العسكري في طرحه في رؤياه، وبالمرونة التي أبداها إعلان قوى الحرية والتغيير. لكن نحن في تقديرنا إطالة أمد الفترة الانتقالية لأربع سنوات غير صحيح، وسيسلب الدافع الشعوري لنبض الشارع وتحكيمه وإرادته على الأمة وفرض السلطات والقوى التي يريدها لتدير البلد وفق صحيح الاختراعات الحرة الشفافة النزيهة. نعم طبعا أكيد هي رؤيتكم، لكن بالإضافة للورقة التي قدمت للمجلس العسكري في مطالب كتبت، ما هي المطالب الخاصة بالحزب التي قدمت للمجلس العسكري؟ نحن قدمنا مبادرة قدمها السيد الحسن سيد محمد عثمان المرغني نائب رئيس الحزب ورئيس قطاع التنظيم، وهي رؤية شاملة توضح وجهة نظر الحزب في المستقبل وما سيترتب عليه، وهي مكتوبة ومعدة إعداد ومصاغة بحكمة وبقدرة، وهي بطرف المجلس العسكري الآن. جميل. طيب علاقة الحزب بالتيارات الموحدة؟ نحن طبعا ما أريد أن أوضحه، وده معلوم بالضرورة، إنه كل الحراك الموجود في الشارع ده جماهير الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل هي فصيل أساسي وقطيع متميز فيه وشغلت كل الساحة، ويمكن إحنا كنا أكثر الناس وجودا في المعتقلات منذ بداية الحراك ومنذ قبله، يعني حتى من بداية الإنغاز نحن أكثر الناس وجود في المعتقلات وموجود في الشارع، وطيلة اندلاع الثورة الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل هو وقود الثورة وهو محركة وهو ربان سفينة. يعني صحيح نحن كنا مشاركين، ومشاركتنا دي نحن ما بننكرها اقتضتها ظروف جات بموجب الاتفاقيات اللي تمت مع التجمع الوطني، ودخلنا نحن كشركاء مع كل القوى السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بلا تمييز. يعني نحن كاتحاديين في الأصل ما دخلنا كحزب منفردين زي ما دخلت الأحزاب الأخرى، مثل حزب الأمة القومي دخل وبموجب اتفاق جيبوتي المعروف، وقال فيه الإمام الحبيب الصادق المهدي قولة المشهورة: ذهبت إلى جيبوتي لأصطاد أرنبا فاصطدت فيلا، والقصة معروفة اللي جاء فيها مبارك الفاضل كبير مساعدي رئيس الجمهورية وما لحق بها من ضعف وانكسار وما ترتب عليها من خروج مبارك الفاضل، ودي قصة مشهودة ومعروفة ومعلومة. لكن نحن جينا من خلال اتفاق شامل شمل كل القوى السياسية الموجودة على الساحة السودانية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بموجب هذا الاتفاق. قد يسأل زول يقول لي والله ما أنتوا في سنة 15 شاركتوا، نحن في سنة 15 شاركنا
ونحن كنا الحزب الوحيد القدر ينازل المؤتمر الوطني في كافة الدوائر الجغرافية القومية والدوائر التشريعية للمجالس التشريعية الولائية. وأردنا أن نوصل رسالة إنه إحنا موجودين وإحنا فاعلين ونستطيع أن نفرض رؤيتنا. إن جرت انتخابات بوضوح وبشفافية لما نال المؤتمر الوطني ما نال من مكاسب حصل عليها بالتزوير وبوضع اليد. أستاذ عبد الغفار، الثورة تنادي بالسلمية ومعروف السلمية هي سلاح، لكن شعار الثورة حرية سلام وعدالة، ويجب أن تطبق كل هذه الثلاثة كلمات في محلها الصحيح. لا إقصاء في الفترات القادمة، ومن حق أي حزب أن يمارس حقه الدستور أو حقه التشاور بكل حرية أن يصبو لمرحلة قادمة برؤيته الخاصة. لكن السؤال، بما أنه في أحزاب أخرى وقيادات من أحزاب هم يعني قالوا ما عايزين يشاركوا في الحكومة الانتقالية القادمة، فليتركوا المجال لكفاءات حكومة تكنوقراط على أمل أن يشاركوا في فترة انتقالية اللي هي الانتخابات. صادق المهدي قال لا أريد أن أترشح وسوف أدرس الموقف أن أترشح في الانتخابات، وغازي صلاح الدين وغيره من القيادة. هل حزب الاتحاد الديمقراطي سوف يشارك في الفترة القادمة؟ نحن طبعا رأينا واضح وأعلناه، نحن لن نشارك في الحكومة الانتقالية ولا على أي مستوى فيها، لا على المستوى الاتحادي ولا على المستوى الولائي. فقط نحن سنشارك في المجلس التشريعي الذي يسن الضوابط والقوانين على المستوى التشريعي فقط، أما السلطة التنفيذية على كافة المستويات نحن غير مشاركين فيها، وبننتظر الاستحقاق الانتخابي عبر صناديق الاقتراع بعد الفترة الانتقالية. ده ما يخص الانتخابات، الميل في الفترة التشريعية في الحكومة الانتقالية القادمة. ما في مجلس تشريعي حيعين الآن. صحيح. مجلس السيادة والمجلس التشريعي. مجلس تشريعي برلمان يعني برلمان. صحيح. معين ده نحن وجهة نظرنا تشرك فيه كل القوى السياسية، مش نحن. كل القوى السياسية باعتبار إنه هو رقيب على الأجسام دي ويسن القوانين بعد التراضي عليه من كل القوى السياسية، يعني ما يخصى منه زول، ما يعزل منه زول، بل نحن يعني حتى فيما يتعلق بكوادر المؤتمر الوطني والإسلاميين نحن ضد الإقصاء إلا بجريمة تثبت وفق صحيح القانون. الزول النظيف الما أجرم ما يرتكب جرائم في حق الشعب من حقه يواصل. ما في إقصاء، لأنه مسألة الإقصاء معروفة إنه لما حل الحزب الشيوعي سنة 67 جانب البلاء بتاع مايو. الآن أنت إذا حاولت تقصي أي قوة سياسية بالشرعية الثورية بتكون ارتكبت خطأ العمر. لا يؤخذ بريء بجريرة مجرم، إنما الناس تؤخذ بالعدالة وبالحرية وبالسلامة وبصحيح القانون. من براه القانون يمارس دوره، ومن أدانه فليلقى جزاءه. نعم. طيب البطانة وشرق الجزيرة وما يدور فيها حاليا؟ حاليا نحن عندنا أزمة كحزب اتحاد الديمقراطي أصل في منطقة سهل البطانة، ويحدث حراك عالي جدا جدا في منطقة الصباغ محلية البطانة اللي هي تابعة لولاية القضارف بسبب ممارسات مصانع الذهب والسيانيد وما يليها، ومن تجاوزات في تملك الأراضي وبيعها بغير وجه حق لوافدين على المنطقة هم من سكان الأصليين. وفي تنبول الآن التي اللحظة التي أتحدث فيها الآن تخرج مسيرة ضخمة مؤيدة للمجلس العسكري ومؤيدة لاسترداد الحقوق، وما مورس في تنبول من فساد وإفساد يشيب لهول الغراب، تجاوزات لا حصر لها تمت بوضع اليد من المتنفذين من المؤتمر الوطني وتوابعهم في المنطقة. فالآن تنبول تشهد مظاهرات عارمة جدا جدا رفض لهذا الواقع، لكنها في إطار السلمية والمحافظة على الممتلكات العامة وفق توجيهاتنا لهم في المنطقة. يعني. أستاذ عبد الغفار، نرجع شوية كذا قبل السؤال اللي أبدته الزميلة لينا زين العابدين، مشاركة الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل في الحكومة الانتقالي في المجلس التشريعي والبرلمان على أمل أن يشارك في الفترة استحقاق الدستور أو اللي هي الانتخابات. إرادة الشارع الآن أو الشعب السوداني أو الشباب الثائر الآن أمام القيادة العامة اللي يطالب بحكومة مدنية تكنوقراط أو كفاءات،
لا يريد أن تكون هنالك أحزاب شاركت في نظام سابق، ولا يريد حتى أن تشارك أحزاب في الفترة الانتقالية، اتركها لمدنيين فقط ومستقلين. وأنت الآن تقول يجب أن نشرك أو أن يكون لنا دور فعال في البرلمان، كيف تنظر ما بين هذا الـ 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 هذا الشيئين؟ أولا المسيح قال من كان بغير خطيئة فليرمها بحجر. ما في زول ما عنده انتماء. أي أنت القاعد قدامي عندك انتماء. لكن نحن بنقول كوادر خبيرة مستغلة عندها القدرات إنها تضيف بعيدة من المحاصصات الحزبية. نحن لا نريد وجه حزبي سافر في الحكومة الانتقالية، على اعتبار إنه المستغلين يحتفظون بمسافة واحدة من كل القوى السياسية ويحظون بقبول من الشارع والثورة، والثورة دي ثورة شباب. نحن ليس لنا فيها إلا أجر المناولة، يعني هم من صنعوها وهم من أبلغوها مراميها وهم من أوصلوها إلى هذه المرحلة من النجاح. وشد ما أعجبني وأنا موجود في ساحة الاعتصام يوميا إنه هذا الشباب شباب مستنير وشباب ناجح، وأنا كنت يعني كنا بنفتكر إنهم ناس ساكت بصراحة يعني، لكن من خلال ما أدرت معهم اكتشفت عندهم يعني قدرات ما عادية، شباب نابي، شباب متطلع، شباب طموح. حتى من حاجاتهم الطريفة أدرت مع مجموعة منهم حوار، فقلت له يا ابني انتوا بتقارنوا بشنو؟ قال لي يا عمي احنا ما بنقارن بزمنكم، نحن بنقارن بماليزيا وبرواندا وبإثيوبيا وبإندونيسيا، الدول التي تقدمت في العقود اللي احنا موجودين فيها. واجمل ما في هذه الاشياء انه هذا الشباب الذي احدث هذا التغيير كلهم من ابناء هذا النظام، يعني اكبرهم لم يكن يعرف في السياسة حينما جاءت الإنغاز، ربما كان عمره 10 سنوات، فكلهم تربوا في هذا الجيل. ودائما بقول لهم والله الإنغاز دي بقت عليها جرو والدجنيد الربكة الولد، والدجنيد ده راجل جاب له كلب رباه واعتنى به عناية شديدة جدا، والكلب كان هامل فقام خلاه في البيت، فلما جاء لقى اعتدى على واحد من عياله. فأبناء الإنغاز الذين ولدوا فيها وترعوا في مشروبها الحضاري هم من أجهزوا عليها، يبقى بالتالي أجهزوا عليها بسوءاتها وبسوء تعاطيها وبسوء تقديراتها للأشياء، وعجلوا بنهايتها يعني يداها أو كتا وفوها نفخ، فقتلوها أولادها. وده فعلا هي المؤتمر الوطني والإنغاز، مسألة أشبه ببيت العنكبوت. نعم. طيب أنت ذكرت أنك أنت قابلت الشباب في محل مقر الاعتصام أمام القيادة، والشباب مستنير وواعي جدا، وهو بنادي إلى الآن بحكومة مدنية مستغلة. طيب ما هي رؤية الحزب في كيفية حكم السودان؟ نحن طبعا بنفتكر الحكومة الانتقالية من التكنوقراط والخبراء مسألة ضرورية جدا جدا، لأنها بتحفظ الحياد بين كل القوى السياسية، وما عندها مصلحة في إنه تطلع شيء بمقاس حزب ولا بمقاس جهة معينة. بالتالي مستقبل البلاد يحدد من خلال صندوق الاقتراع، يأتي بأي قوة سياسية الناس ترتضي الديمقراطية خيارا وترتضيها اختيارا وتقبل بما ينجم عنها. ونحن أنا زي ما قلت لك في الحراك ده، أنا حتى أولادي في البيت موجودين معاي، وما هم بستطيع ان انا افرض عليهم اقول لهم انتوا تمشوا فيها توجه. واولادي بالمناسبه انا عندي ولدين وبنتين فخور بهم جدا، ثلاثه مهندسين وصغيرتهم تدرس طب اسنان الان، كانوا موجودين معاي في الساحه، لكن لا افرض عليهم خيار على الاطلاق، يعني يختار التوجه اللي بيتناسب معاه بيمشي معاه يعني. وده الشخص اللي بيجي دائما ميدان الاعتصام لاول مره للوهلة الأولى ينظر إلى الشباب، فبيشوف الجو كله جوطة وزخم من الكلام وغيره والشعارات، لكن ريثما يقعد قليلا في القيادة العامة يتعرف على حقيقة الشباب بأنه واعي وقادر على أن يقود فترات قادمات بكل كف يعني بكفاءته هو بكل أمان، يعني أنه الشباب هو الجيل اللي حيخدم السودان بكل تفاصيله. شاكرين جدا أستاذ عبد الغفار خلف الله عبد الباقي القيادي بالحزب الاتحاد الديمقراطي الأصعب على كل الإضاءات اللي قدمتها، ونأمل بالسودان يسع الجميع. كتر خيرك. أشكركم وفي قناة الشروق على هذه الفرصة، وأتمنى المزيد من الفرص. وختاما يطيب لي أن أحيي السيد محمد عثمان المرغني
رئيس الحزب، والسيد الحسن المرغني نائب رئيس الحزب ورئيس قطاع التنظيم بالحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، وشكرا لكم، وكل عام وكل ثورة وأنتم بخير. أنت بألف خير. شكرا.